أوضح سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن ما شهده اليوم من إقبال واسع للمترشحين لانتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية يعد أول مؤشر لنجاح انتخابات 2022. ما شهده أول يوم الانتخابات هو أول مؤشر لنجاح الانتخابات 2022. المؤشر كان ببداية طوابير المرشحين الذين كانوا ينتظرون عند أبواب مراكز الإشرافية من قبل ساعتين من فتح باب المراكز، وخلال ساعة ونص أو ساعتين تم تسجيل حوالي 200 مرشح من انتخابات المرشحين النيابي والبلدي. فلله الحمد جميع الإجراءات التسجيل كانت بسلاسة، ونتمنى التوفيق لجميع المرشحين.